أنا زينة زهير زواني، طالبة بايوتكنولوجي أند بيولوجي في الجامعة الأمريكية في مادبا. اخترت أدرس هذا التخصص في الجامعة الأمريكية لأنه خطته بتعتمد على البيولوجي كبيس إلها، وهذا الإشي بوفر لنا فرص عمل أكثر، مجالات دراسات عليا أكبر، والخطة برضو فيها نظام البريميد اللي هي بتوفر لنا إياه الجامعة بالتعاون مع بعض الجامعات في أمريكا، إنه إحنا بنقدر نكمل طب على تخصصنا الأصلي. الدكاترة متمكنين جداً، حاصلين على شهادات من بلدان مختلفة، أمريكا، بريطانيا وألمانيا، واللابات عنا مجهزة، وكل طالب بيقدر يحصل على حقه في التدريب العملي.